السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال، وكما العادة شكرا للتعاليق الطيبة اللي كتخليو ليا. والبنات هانتوما كتشوفوني قدام المالو ديالي البسيط، البنات كيسولوني هذا كان بغيت نجاوبكم عليه كفيديو. كيسولوني بزاف اسماء ملي كتشري اللباس ديالك، اسماء ملي كتشري الدرور ديالك، فانا ما كنتجاش الاسئله ديالكم. معظم المواضيع تقريبا كتكون تحت طلب المتتبعين، فانتم عزاز وغاليين وضروري غنجاوبكم، لكن غنجاوبكم ان شاء الله بالواضح. انا البنات حوايج اللي كتشوفوها هما بساطين جدا، لا في الخامات ديالهم، ولا انا ما كنتبع لا ماركه، لا الا جات الماركه نلبسها، ما جاتش يعني ما عنديش واحد ضروري خصها تكون ماركه، اولا ضروري خصو يكون بواحد الثمن غالي، اولا انا عندي واحد الشروط في اللبس، الا توفروا بالخصوص هاد ثلاثه الشروط فانا كان يكون زوين وانيق، يكون مستور، ويكون قد الاستطاعه ديالي، فهمتوا؟ كما كنقول لكم انا كنت ناضلو وكنجاهدوا مع الوقت وكنتقاتلوا مع الوقت باش نقدروا نوفروا شي احتياجات ما كنقدروا كنتساعدوا بعضياتنا وصافي، يعني ماشي راني انا شي وحده لاباس عليها ولا، فالباسي بسيط اللي غتقدر عليها بينت لكم. كون كنت كنلبس مثلا شي ماركات ولا شي حاجه ما غنعرضش هادشي، لان كنقول كاينين الناس اللي كيتفرجوا فيا ماشي كلشي في استطاعته. فانا هاد الحويجات اللي غنوريكم دابا اللي نتاع البرد واللي عاد وصلوني نتاع واحد الاخت مغربيه، انا شحال هادي كنت كنشري من موقع مودانيسا، موقع مودانيسا يعني موقع توا فيه اثمنه زوينه وداكشي، لكن هاد الاخت هادي مادام مغربيه علاش ما ندعموهاش حتى حنايا. وللاشاره البنات واللي غنتكلم في اخر الفيديو، انا الدعم ما كنديروش بالفلوس، الا بغيتو تساعدوا مع هاد السيده انا نوريكم الحويجات عجبوكم، انا غنخليكم الاثمنه والواتساب ديالها وداكشي هنا غنخليها لكم ان شاء الله. وعندها كذلك واحد القناه محترمه كنتمنى انكم تدعموها، فقط بطبيعه الحال اللي بغى. وانا غنهضر في هذا الموضوع خصيصا ان شاء الله، اللي عارفين اني انا ما يمكنليش غندوز نحط شي فيديو غير هكاك بلا ما نهضر، راكم عارفين. المهم اول حاجه هذا المونطو اللي عجبني بزاف، عجبني غزال، ها انتم شوفوا البنات، انا نحاول نزيدكم، انا الحمد لله جيت حدا السرجم باش تشوفوا مزيان. التوب ديالو سخيخل ومستور كما قلت لكم، الشروط هما متوفرين، الثمن مناسب، الثمن انا نحط لكم في الشاشه. التوب يعني سخوخل سخيخل وزوين وانيق، ومستور يعني طويل تحت 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 البنات، ها غزال غزيول في اللبسه وداكشي كيجي كيجي طويل. انا راني قصيره البنات، لساني طول مني، انا شي مترو واقيلا شي كدا وخمسين ولا ما المهم مترو ونص وشي شي حاجه، مترو ونص شي حاجه وصافي. يعني هاد المونطو ها انتم كتشوفوه من اللور كذلك في هاد الحزيه، وسخيخن كيجي. غنوريكم كذلك واحد الكسيوه اللي حتى هي نفس الستيل، كما كنقول لكم انا ديما كنعتمد على الستره يكون الثمن مناسب ويكون ها انتم ويكون على قد زعما على قد الاستطاعه ديالي، الثمن مناسب ويكون زويون. ها انت مزيونه هاد الكسيوه حتى هي، فيها الجويبات هنا، التليفون التليفونات البنات، جويبات التليفونات كذلك. صيفطات لي مع هادو بجوج، هاد الشال هذا اللي كبير تبارك الله متسع، يعني الاخوات اللي كيعجبهم انهم كتكون عندها هاد المنطقه عامره وكتبغي تسترها، يعني انا ما عنديش مشكل حيت انا رقيقه رقيقه زعما. الاخوات اللي كيكون عندهم زعما هاد المنطقه عامره فهو يعني كبير، تقدري ديري له الشده اللي تهبط لك على الصدر ديالك زعما. كذلك كاينه هاد القميجه اللي حمقاتنا البنات، عقلتوا على هاد الثوب، ثوب الكشمير، ولكن شحال هادي كانوا كيديروه غير في الاولاد، كانوا كيديروا في الحوايج الاولاد، دابا خرجوا تبارك الله ديال الفتيات والنساء. ها انتما طويله حتى هي تحتو متسعه كتجي البنات، راه كتجي متسعه كتجي مستوره، ها انتما شوفوا حتى لتحت فهمتوا، ها وسخيخنا شوفوا الثوب ديالها الكشمير، راكم عارفين الثوب الكشمير كيكون سخون وهذا هو وقته. هادي مع شي مونطوم الفوق صافي مخيره، يعني حنا بدا كيبان عندنا البرد البنات. كذلك صيفطات لي هادي هاد الكسيوه ولا عبايه ولا ما عرفت شنو، المهم الستيل ديالها غزال، الثوب ديالها فن، تقدر حتى هي ديروها دابا وديروا معاها مونطو، ولكن انا كنقول بارده الثوب ديالها بارد، يعني هادي في الصيف غزاله فهمتي. وصيفطات معاها هاد الشان هذا ولا دره، دره د الحرير غزاله، هانتم فيها نفس اللوينات كتماشى، ها وكبيره هي. انا اللي عجبني ان الدرور ديالها والشينان يعني كبارين، ها
يعني كبيره، يعني اللي بغات دير الشده هكا كما كنقول لكم وتهبطها بحال الشكل ديال الخمار هكا عليها راه يجي غزال. شفتوا حتى هي تحت تحت الثوب ديالها غزال نازل. صافي هادشي البنات، وهاد القميص الجديد الكاشمير صيفطت معاها هاد الدره هادي، انا في هاد اللوين هكا الدره هذا ما حطوش هاد اللون باجي البنات باجي، يمكن حتى هو طويل يعني ديري له الشده يعني كيتلوى يعني ويغطي. واحد الحاجه البنات اللي غنتكلم فيها تبارك الله الحويجات زوينين، وهاد الاخت هادي مسكينه بغات تخدم على راسها وكتبيع وتشري ما فيها باس الا تعاونتوا معاها. غير وذكرت واحد النقطه وغندير لكم توضيح، ولكن قبل ما ندير توضيح البنات خاصكم نتوما في حياتكم العامه ما عمركم توضحوا لشي شخص الا اللي كان كيعنيكم، وانا كنوضح للناس علاش لانني عندي قناه فضروري وجب عليه التوضيح. اما الناس اللي ما كيعنيونيش يعني غير الزوج ديالي وليداتي والزوج ديالي ما كانوا فهمتي يعني كيكون عارف شنو كاين طاير كله، فما كتحتاجيش انك تبقى دائما توضحي لان ما كيكون كيعرفك مزيان يعني الهضره كي كتهضريها شنو كتقصدي بها. لكن نتوما كمتتبعين يعني كتعرفوني، ولكن ماشي داك المعرفه اللي غتخليكم يعني اي حاجه غادي تقبلوها مني ولا. فكاين اخوات اللي مثلا تشوف هكا وتقول لك اسماء احنا دائما كنعاهدوك بانك ما كديريش يعني يعني ماشي لا حتى كي كنقولوا علم المشاهدات، ودابا شفنا كديري الدعم. الدعم البنات ما فيها حتى شي واحد الا دعمنا، ما فيها حتى شي حاجه الا دعمنا بعضياتنا، لكن فين كيكون الخلل؟ ملي كيكون الدعم بالفلوس، وانا اختي ما كندعمش بالفلوس. اللي كان المحتوى ديال القناه ديالها زوين فراه غنحطها انا في المنتدى، وانتم لكم القرار. انا بالنسبه لي نتوما كمتتبعين والله شهيد على ما اقول، بالنسبه لي نتوما ماشي ارقام المشاهدات، هما بالنسبه وماشي شي حاجه اللي غنتبيع ونتشرى فيها، نتوما ماشي بطاطا اللي غنبيع ونشري فيكم. حيت للاسف هادشي اللي ولينا كنشوفو يعني كيكون الدعم بالفلوس فراه كيولي المتتبعين كيتباع ويتشرى بهذا المعنى. يعني انا لا شديت مثلا جات وحده تقول لي دعميني وتيقولوها لي البنات الانستغرام هكا، ما كندخلش الانستغرام على هادشي هكا البنات مثلا تقول لك انا نعطيك 3000 درهم نعطيك 2000 درهم ونزليني عندك ودعميني وهضري عليا ولا شي حاجه. ف الى 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 مشيت شديت الفلوس يعني كانني بعتكم، لانني ملي نجي نهضر عليها وانتم تدخلوا عندها يعني بعتكم هذيك الا شديت الفلوس. اما الى قلت لكم دخلوا عند واحد السيده الى لقيتو بطبيعه الحال الا شفتو داكشي راه مزيان. انا لحد الان كنحكم على هاد السيده على الملابس اللي صيفطات زوينين كاليتي زوينه مقارنه مع الثمن، الثمن بسيط تقدر اي وحده. هاد القميص هادي بالخصوص عجبتني سخيخنا البنات، يعني باش انا تجرات انني نهضر معاها راه ما عطاني حتى شي ريال، واللي بغى ندعمو ان شاء الله ما فيها حتى شي حاجه نحط له القناه ديالو في المنتدى، وانتم لكم واسع النظر، انتم اللي عندكم الحريه انكم تدخلوا عند هذا الشخص تابوناو عنده. ولكن واحد النصيحه، الا كان واحد الشخص اللي يستاهل ومحتوى ديالو زوين ونقيمه فيها باس الا تعاونتو، لان البنات تعاونوا على البر والتقوى. هذا ما فيها حتى حاجه، بنان كيبغي هذا راه بر، يعني بحال واحد كيبغي ياكل طرف الخبز، سيده كتبيع وتشري ملابس محترمه في الدار ديالها ما كتبين لا مفاتين ديالها لا ما دايره شوها ما والو ما كتعاير ما والو، حله واحد القناه بسيطه كتوصل تبين فيها المنتوجات ديالها، كذلك الحويجات انا وصلوني حتى للدار حويجات زوينه اثمنه زوينه ما فيها حتى شي حاجه. وغنختم معكم البنات، هذا هو الفيديو ديال اليوم كان خفيف ظريف لكن كان خاصني ضروري نوضح هادشي. وكاين اخوات كما قلت لكم اللي كيطالبوا مني في الانستغرام وعندي يعني اوديوات وداكشي يعني تيقولوا لي اسماء دعمينا نعطوك ها 3000 درهم نعطوك 2000 درهم. انا راه ماشي ما بغيتش الفلوس، راه الحياه كلها يعني راه تيكون عندنا واحد الطمع للفلوس، راه كنا انا براسي علاش كنوض نخدم وعلاش كنمشي الا وانني باش نحسن مستوى العيش ديالي. لكن الانسان خصو يخلي ما يخليش داك الفلوس تحكم فيه، حيت انا ما نكذبش عليكم خفت ندخل داك العالم تاع الدعم والاشهارات والروينه وداك الشيء ونطيح فشي حاجه لا يحمد عقباها، لان بغينا عنها ماشي زعما نقول نزلوا عليا شي باطل، نقدر النفس ديالي تجرني، نقدر انا ما نثقش في النفس ديالي. كنقولها لكم دائما النفس كنحاولوا اننا نزكيوها، نحاولوا اننا نسويوها بالعمل الصالح، نحاولوا اننا ما فهمتش ما بغيتش ندخل انا في داك المجال، حيت داك المجال ما كتعرفيش نفسك كي كتجرب ما كتعرفيش، حيت النفس ديالنا طماع البنات، راه في اي واحد في الداخل ديالو راه عنده واحد الطمع، سواء طمع دنيوي ولا اخروي، وكاين اللي عنده الطمع في الدنيا وفي الاخره، وانا وحده منهم. دائما كندعي الله سبحانه وتعالى كنقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، يعني راه انسان كنطلب انا المعيشه الحسنه في الدنيا وفي الاخره. وهذاك الطمع ديالي في الدنيا انني تحسن لي ظروفي الماديه، انني نزيد حياتي لقدام، تنخاف شي مره يطيحني في شي حاجه لا يحمد عقباها،
على هذاك الشيء ما تندخلش. يعني فيما تشوفوني دعمت شي حد حطيته في المنتدى، انا كنوضح لكم حيت نتوما خوتي وحبابي وكتبغيوني، وما بغي ما بغيش انايا تسوقوا فيا الظن وتديو الذنوب. لا، فيما تشوفوني كنحط شي واحد في شي كما قلت لكم واحد في هذا، ولا كنثبت له تعليق، ولا في المنتدى، ولا هضرت على شي قناه، فعرفوا انني كندعمها لله في لله. فانا رافضه بتاتا ندخل داك العالم حيت ما كنطيقش في نفسي شي تجرني شي بلا. ونصدقت انا طماعه نبقى نقول اختي مالي يا اختي، ها انت انا درت الدعم ب 3000 درهم وغدا ندير ب 5000 درهم، ونبقى غاديه هكاك، ونبقى جبت انا في البرودويات وندير الكيفوايات وداك الشيء، ونبقى هذا ونصدق. لا، كاين شي حوايج ما كيتشراوش بالفلوس، هي كرامتك وسمعتك. والحمد لله درت واحد القاعده جماهيريه لا باس بها، والسمعه ديالي طيبه اللهم لك الحمد عند الناس، يعني اللهم لك الحمد. فانا صافي فداك المبلغ اللي كيوصل في اليوتيوب لا باس به مع خدمتي نتاع الزنقه، اللهم لك الحمد، كافياني ووافياني. وكنتمنى ان الله سبحانه وتعالى يوفقكم في حياتكم ودعموا بعضياتكم. الويفي مطلق مطلق، اليوتيوب مطلق مطلق، اللهم ادعموا واحد الناس اللي كتستحق، لان حتى هادشي راه فيه واحد، لان داك الصبع اللي هادي تيا دعمي وحده اخرى اولا غتفرجي في وحده اخرى ما كتستحقش، راه ما يمكنش. دعموا الناس اللي كتستحق وشجعوا بعضياتكم والله ييسركم. واللي بغى شي مساعده مرحبا والف مرحبا، الا كانت على قد الاستطاعه ديالي بطبيعه الحال. وغنختم كما العاده وغنقول ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. شكرا لكم.